وقبل الخنكه كمان جات لي عروض سينما. هو بصراحه اكبر كام عروض شغل جالي بكل صراحه كان في بعد البروجرام على طول. وانا في الارب كاستنج، واحنا في الارب كاستنج انا وزملائي كان جينا شغل، بس بعد اللقب فرق جدا. في ناس حتى ما تبعتش سمعت البنت دي خدت لقب احسن ممثله او احسن موهبه تمثيليه في الوطن العربي 2015 2016 في بروجرام كان بيتعرض في كل الوطن العربي. جالي عروض من المغرب، من الامارات، من مصر، من كذا دوله بصراحه، وجالي عروض سينما بس مش من مصر. كان جالي فيلمين من المغرب. ليه اخترت السنه اللي فاتت انه لا مسلسل ومصري، مسلسل غادة عبد الرازق هو الخنكه؟ ليه؟ عشان كنت عايزه ابقى موجوده في الدراما المصريه عشان تبقى خطوه للسينما، اللي هو الحلم اللي بجد بصراحه.